السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم قراشل كيجيو بنان. غنحتاجو كيلو ديال الدقيق الفورص، عندنا 3 المعالق ديال الجنجلان مطحونين، 2 معالق كبار ديال النافع مطحونين، 2 شوية ديال الملح وفاني، 2 خمارات ديال الحلوى، 1 كاس ديال سنيدة، 1 بيضة، 2 معالق ديال الزبدة، 1 كاس ديال الزيت، 1 خميرة الفورية، 1 معلقة كبيرة وشوية ديال الحليب دافي، و1 معلقة ديال سنيدة. كنخليهم حتى تيتفاعلوا وتنكبوهم في الخليط. دابا غادي نجمعو العجينة ديالنا، غادي نجمعوها بالحليب حتى نجمعوها مزيان، عاد ندلكوها، خاصنا ندلكوها مزيان. هذه هي العجينة بعد ما جمعناها الحليب، غادي ندلكوها ونرجع لكم. هذه هي العجينة بعد ما دلكناها مزيان، كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نشكلوها ونحطوها في اللاطة. هيا شكلناها كاملة، دابا غنبداو نقرصو القريصات ديالنا. غادي نقرصوهم كاملين تنكملوهم. هادو هما الكريسات ديالنا. دابا غادي نغطيوهم بلاستيك وشي زيت يكون سخون وخليوهم حتى يخمروا، وغادي نرجع لكم. غادي نحتاجو شويه ديال الجنجلان، وهنا عندنا بيضه، شوية ديال الحليب ونسكافيه، وشوية ديال الخل باش ندهنو القريصات ديالنا. هادو هما القريصات ديالنا بعد ما خمرو، ها هما كيف تشوفو نفخو. غادي ندهنوهم دابا بالبيض بالحليب ونرشوهم بشوية ديال الجنجلان. وغادي ندخلوهم الفران يطيبو. ملي غادي يطيبو غادي نرجع لكم ان شاء الله.
هادو هما الكريسات ديالنا بعد ما طابو، ها هما كيجيو غزالين مرطبين. كنتمنى يعجبوكم.